السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية، نبتدي الكورس إن شاء الله بالكتاب المعنون الـ Basic Course in Invertebrates Biology for the Students of Biology مع المحاضرة الأولى اللي هي عبارة عن محاضرة تعريفية لعلم اللافقريات. شنو عندنا علم اللافقريات أو ما هي الكائنات اللافقرية؟ حقيقة طلاب الكائنات اللافقرية هي الكائنات التي تفتقر إلى العمود الفقري أو نعرفها بالإنجليزي ونسجل التعريف يمنا هي الـ Invertebrates that lack vertebrates. واضح؟ نبدأ بالصفحة الأولى من الكتاب. انتبه على اللي مأشر باللون الأزرق، هو هذا أنت اللي مطالب به، واللي باللون الأصفر هذا السايد هو يكون عبارة عن أهم التعاريف أو الكونسبتس اللي راح نعتمدها ونعرفها بمادتنا أو محاضرتنا لهذا اليوم. لاحظ طلاب وياي بالمقطع الأول من الانترودكشن عندنا مال تصنيف الكائنات، هو عبارة عن فد مقدمة عن مين اكتشفوا، شون اكتشفوا الكائنات، وشون فرقوا بين الكائنات النباتية والحيوانية، ومنو اكتشف لنا الاسم العلمي، وشون سموا الاسم العلمي، وعلى أي أساس اعتمدوا هاي الأمور كلها. فلاحظ طلاب وياي أن هنا قبل 2000 سنة أكفت فيلسوف هو إغريقي اللي هو اسمه أرسطو. إيش سوى هذا أرسطو؟ يقول لي هو categorized living organism as either plants or animals according to the way which the food is ensured. إذن أرسطو إيش سوى؟ قسم لي الكائنات الحية إلى نبات وحيوان. على الأساس أنا أقول هذا الكائن نبات، هذا الكائن حيوان. الكائنات النباتية طلاب عادة هي تعتمد بتغذيتها على صنع غذائها بنفسها، لاحظ، بينما الكائنات الحيوانية هي الكائنات التي تعتمد على كائنات أخرى في الحصول على الغذاء. فأنا أعرف أنه الحيوان يعتمد على كائنات أخرى حتى يحصل غذاءه، هاي بديهية، والنباتات هي كائنات تصنع غذائها بنفسها. زين، منو اللي قسم لي النباتات على أساس حيوان ونبات؟ انتبه، هو أرسطو. لاحظت وياي؟ زين، اجي على طلاب المقطع الثاني السبيشيز نيم، واللي راح يتضمن هذا الجزء او المقطع هو الساينتفك نيم. الساينتفك نيم طلاب هو منو اللي اكتشف لي الاسم العلمي، وهنا بدي احكي عن الاسم العلمي للكائنات. الاسم العلمي اكيد مر عليكم بالمرحله الاولى انه هو الكائن يكون له اسم علمي، واللي يكون من جزئين، جزء نسميه جينيريك نيم، وجزء ثاني نسميه شنو هو السبيشيز نيم. الجينيريك نيم عادة هو الاسم اللي ينكتب بكابيتال لتر، والاسم الثاني هذا هو الجينيريك نيم اللي ينكتب بالكابيتال لتر، والسبيشيز نيم اللي هو نكتبه بالسمول لتر. عادة الاسم العلمي من نكتبه نحط جوا خط، نراعي هاي الشروط، إذا أنت كنت تكتبه بالحاسبة تحطه بشكل مائل. لاحظت وياي؟ زين، ننتبه طلاب على العالم اللي اكتشف الاسم العلمي او اللي يعتمد البولينوميال سيستم. واضح وياي لو لا؟ اذا منو هو العالم اللي اعتمد هذا السيستم؟ هو لينياس. اذا لينياس انتبه عليه، هاي اللي اقول عليها انتبه، هاي هو جدا مهم. اوكي، زين، لينياس هو اللي وجد لي البولينوميال سيستم. فلاحظ وياي هنا ان التعريف السبيسيفيك نيم او عفوا ساينتفك نيم از ذات السيم نيم يوزد ان اول ذا وورلد بيكوز اتس لاتين نيم كونسيست اوف تو بارتس الجينيريك نيم اند ذا سبيشيز نيم. يعني مثلا اذا عندنا هذا احنا الحيوان، اوكي شنو هذا الحيوان؟ هذا طبعا مو احنا بالعراق نسميه هذا الاسم، ومثلا في دول الغرب يسموه غير اسم، لا. اذا يقول لي هو شنو هو in all the world، اذا هذا الاسم يعتمد عالميا، هذا اسم هذا الكائن، ويتكون من جزئين، يقول لي يتكون من generic name and species name. زين، اجي على البولينوميال اور الميني نيم سيستم، هذا هو عبارة عن nomination of the different organism used by لينياس. اذا منو اكتشف البولينوميال سيستم؟ هو لينياس. شنو معنات هذا البولينوميال سيستم؟ انه هو نسمي الكائنات على اساس شنو هو؟ سيستم خاص انه صنفوا على اساسها الكائنات. لاحظت وياي؟ زين، الجينيريك نيم طلاب هو شنو هو؟ الجينيريك نيم عندك انه هو احد اجزاء الساينتفك نيم. فلاحظ انه الساينتفك نيم، انتبه هنا، ساينتفك نيم اوف ايتش اورجانيزم لكل كائن سواء كان نبات او حيوان يتكون من تو بارتس، يتكون من جزئين، اللي هو جينيريك نيم، اوكي، اند وات عندنا السبيشيز نيم. اوكي، زين، الجينيريك نيم طلاب اما تعتمد هذا التعريف او هذا التعريف ابسط اني كتبت لك اياه، انه هو الفيرست بارت اوف ذا ساينتفك نيم اتس بينج وذ ذا كابيتال لتر. اذا ان اسم الجنس نسميه هو يعتبر الجزء الأول من الاسم العلمي ويكتب بكابيتال لتر، while أن specific name or species name هذا أما تعتمد هذا التعريف أو تعرف لي تعريف
نفس الجينيك نيم اللي هو شنو، تكتب لي السكند بارت اوف ذا ساينتفك نيم اتس بينج وذ سمول لتر اللي هو من هو السبيسيفيك نيم اور سبيشيز نيم اللي هو اسم النوع. لا الطلاب وياي هاي عباره عن مجموعه من الامثله، اوكي انت غير مطالب بها. ليش؟ لانه احنا عاده راح ندخل ديب بالماده وراح نشوف مجموعه عديده من الكائنات، اوكي اللي راح نصنفها وراح نقدم التصنيف في ماده العملي بالخصوص وحتى النظري. زين هنا عندنا طلاب انتبه هنا على الكلاسيفيكيشن، تصنيف او علم التصنيف is the way by which we place species and her groups in the taxonomic hierarchy. اوكي اذا علم التصنيف عادة طلاب انه هو احط الكائنات بمجاميع على اساس التشابه بين هذه الكائنات. زين هذا الموضوع كله شنو اسميه؟ اسميه التاكسونوميك هيراركي. واضح وياي؟ زين احنا عادة بالتصنيف شنو نقول؟ اكو فد شيء انه هاي انتبه وياي هاي الصورة طبعا هي ما موجودة بالكتاب لكن انا احب اطلع عادة خارج المنهج. لاحظ طلاب وياي التاكسونوميك هيراركي، فلاحظ انه الدومين هي اليوكاريوت. اوكي لاحظ هاي الكائنات يعني كلها عباره عن كائنات شنيه حقيقيه النواه. واضح فلاحظ هنا الاشجار الغوريلا السكويرل هذا وعندنا مجموعه اخرى من الكائنات هي عباره عن تكون يوكاريوت حقيقيات النواه. لكن هنا أنا اذا اصنفهم الى شعبه شنو عفوا الى مملكه الحيوانيه لاحظ انه هاي النباتات راح تختفي. ليش؟ انه هاي ماكو صفات مشتركه بينها وبين الانيماليا. لاحظ انه هاي النباتات اختفت فبقينا فقط بالحيوانات. لاحظ من اجينا صنفناهم الى الكورداتا اللي هي الحبليات لاحظوا انه جيلي فيش اختفى، البلانيريا اختفت، فبقت الكائنات فقط اللي تحتوي على عمود فقري. فلاحظ انه سب فايلم هي الفيرتبرات. اوكي هاي تعتمد طبعا على اساس انه هل هو الغضاريف هل هو العمود غضروفي او عظمي طبعا. وعندنا كلاس الماميليا اللي هي شنو هي الكائنات اللي تتشارك الغدد اللبنيه اللي تفرز اللبن لتغذية الصغار. فلاحظ انه الاوردر الرودينتيا اللي هي شنو هي القوارض. ولاحظ انه يبدي يقل التصنيف الى ان نوصل الى السبيشيز اللي يعتبر شنو اللبنة الاساسية في بناء التاكسونوميك هيراركي. لاحظت وياي؟ فلاحظ انه التاكسونوميك هيراركي راح يتكون من الكينغدم الفايلم الكلاس الاوردر فاميلي جينس اند سبيشيز وهي بها عدة تفرعات اخرى لكن احنا اتطرقنا للموضوع بصورة عامة لانه هذا مو موضوعنا اساسا. فهنا عندك طلاب هذا الجزء كله هذا عبارة عن الجزء كله هو عبارة عن تعاريف لهذول الهيراركي لهذا السلم ادنى التصنيفي. واضح وياي؟ فاني جبت لك تعريف واحد اللي هو الكينغدم واريدك انت تعرف لي بقية الدرجات. لاحظت وياي لو لا؟ فاني عرفت لك الكينغدم. الكينغدم هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن جروب اوف فايلا. اذا اني من اقول لك انطيك فد درجة انت تنزلي على الدرجة اللي وراها. لاحظت وياي؟ فالكينغدم هي من جد عبارة عن مجموعة من هذول الفايلمات اوكي يتجمعوا مع بعض. ليش؟ نتيجة تشاركهم صفات مشتركة. اذا الكينغدم هي جروب اوف فايلا شير سيم بروبرتيز. انتبه فايلا وليس فايلم، فايلا جمع. الفايلم هاي فايلم هاي معناها مفرد شعبة واحدة، فايلا مجموع الشعب. لاحظت وياي؟ زين انا هنا حاطط لك question mark هذا عليك انت تعرف ليها. طبعا احنا هذا خلال البث المباشر راح نسأل طلاب مجموعة من الطلاب واللي يجاوب راح ياخذ بلس كمشاركة يومية له. واضح وياي؟ فنعرف من اقول لك تعرف عرف الفايلم انت تنزل لي وين على الكلاسز فراح اعرف لكم الفايلم هي شنية. هي عبارة عن group of classes share same properties. لاحظت وياي؟ ونكمل ان شاء الله خلال محاضرتنا بقية الانواع الدرجات. زين لاحظ طلاب وياي هذا ال example. طبعا انت هذا ما مطالب به بس مجرد لانه هذا اساسا راح ناخذه ب تقريب محاضرة رقم 10 راح ناخذه بالتفصيل هذا الكائن. اوكي فانزلي مباشرة على هذا الجزء. هذا الجزء تشوفه انه هو كم سطر لكن هو جدا مهم اني يعني اجيب عليه examples. اوكي فلاحظ وياي يقول لي هنا البيولوجيست currently recognize six kingdoms two kinds of prokaryotes اللي هي الاركيوبكتر and bacteria. لذلك الاركيوبكتر والبكتيريا طلاب انتبه على هذولا حطوهم بمملكة واحدة اللي يسموها هي منو المونيرا. اذا المونيرا تفتح قوسين هنا وتكتب الاركيوبكتر and bacteria. زين بعدين انه هنا يوكاريوتيك وتكون يوني سيلولار هي من هو البروتيستا. اوكي لهذا راح نتطرق لها هسه بداية وبعدين نتحول الى الانيميليا. وبعدين 3 مالتي سيلولار جروبس اللي هي الفنجاي بلانتايا اند انيماليا. وهنا نقدي هذول هي حيعدل لي اياهم انه هذول الخمس ممالك اللي موجوده بالطبيعه.
لاحظ طلاب وياي، المونيرا او المملكه البكتيريا او الاركيوبكتر تتكون من كائنات يونيسيلولار وبروكاريوت، احاديه الخليه وتكون نواتها غير حقيقيه. يعني شنو نواتها غير حقيقيه؟ يعني نواه مالتها طافيه في السيتوبلازم. لاحظوا وياي طلاب، فهنا ايش قالت لك؟ قالت comparison between prokaryote and eukaryotic organisms. زين، هاي هي البروكاريوت وهذه هي اليوكاريوت. شلون اني حعرف هاي يوكاريوت هاي بروكاريوت؟ اليوكاريوت لاحظ انه هذا البنفسجيه الكبيره هذه عباره عن النواه، وداخلها هذا هو شريط الدي ان اي داخل النواه، فلاحظ انه النواه بها جدار نووي ويحفظ الدي ان اي مال الخليه. لاحظ نيجي هنا على البروكاريوت، الكائنات البروكاريوت اكو هذا التركيب انه النواه اللي تحتضن الدي ان اي، كلا لا يوجد نواه بالبروكاريوت ولا يحتوي على، وانما الماده النوويه مالتها تكون شنو هي؟ طافيه في السيتوبلازم. زين، وتتكون من هي تكون احاديه الخليه. طلاب عاده البروتيستا، هاي البروتيستا اللي هي راح هسه نبدي بيها ان شاء الله من المحاضره الثانيه، البروتيستا طلاب هي عباره عن شنو؟ تكون اما يونيسيلولار او مالتي سيلولار او كورونيال، اوكي؟ وتكون هي حقيقيه النواه. البروتيستا الطلاعيات او البدائيات عاده اما الكائن يكون عباره عن خليه واحده، اوكي؟ عباره عن خليه واحده مثل الاميبا او الباراميسيوم، اوكي؟ او تتكون من كائنات تكون شنو؟ مالتي سيلولار. هسه راح نشوف منو المالتي سيلولار كل ما نتقدم بالماده، ونشوف منو الكولونيال منو مثل ينتمي الى البروتيستا. عاده هذول كلهم يكونون حقيقيه النواه. زين، عاده يقول لي البروتيستا هي حلقه وصل بين المونيرا واذر شنو كيندمز اللي هي تكون ارقى. ليش؟ لانه هي عاده تكون اما يونيسيلولار، تشترك الصفه مع المونيرا ان اثنينهم ذول يونيسيلولار، وتشترك الصفه مع بقيه الكيندمز انه هي يوكاريوت، اوكي؟ فلاحظ الفانجاي، الفانجاي هي تكون شنو؟ تكون هي عباره عن يونيسيلولار او مالتي سيلولار، تكون هنا حقيقه هاي خطا مطبعي، هي تكون يوكاريوتيك. انتبه، هاي ننتبه عليها نصلحها، هي تكون يوكاريوتيك. وننتبه على البلانتاي اند انيمال، هي عاده تكون النباتيه تكون اما يونيسيلولار او مالتي سيلولار، اوكي؟ وتكون هي يوكاريوتيك. طبعا اليونيسيلولار حتشوف الكلوروفايتين، اوكي؟ او الكلاميدوموناس عندنا هاي كائن نباتي يتكون من يونيسيلولار، او تكون مالتي سيلولار الكائنات الراقيه النباتيه الطبيعيه الاشجار اللي نشوفها، كلهم دول حقيقيه نواه. الانيماليه هي ما عندنا كائن ينتمي الى مملكه حيوانيه يتكون من خليه واحده، وهي تكون مالتي سيلولار اند يوكاريوتيك. اوكي، سيستماتكس اند كلاسيفيكيشن طلاب اني راح اترك هذا الموضوع لانه هذا راح تتطرقوا له بماده التنوع والتطور بالكورس الثاني. لاحظ طلاب وياي هنا يقول لي comparison between unicellular and multicellular organisms. لاحظ انه جسم الانسان يتكون من عدة امور حتى يوصل الى شنو هو الorgan او السيستم، اوكي؟ لاحظ انه يتكون من الاتوم مولكيول، الماكرو مولكيولز تتجمع حتى تكون لي الخليه، الخليه تتجمع تكون لي تشو، بعدين مجموعه الانسجه تكون لي الorgan، وهكذا حتى يتكون كل السيستم مال الكائن. لكن ابوع الكائنات اللي تكون unicellular، اما البكتيريا اوكي اللي قلنا تنتمي للمونيرا، اليست اوكي، الخميره، الاميبا هي تتكون من خليه واحده، وكذلك الباراميسيوم تتكون من خليه واحده. فلاحظ انه هذا هو كائن خليه واحده داخل النواه مالته، يقدر يعيش ويمارس حياته بصوره طبيعيه. لكن من نجي للكائنات المالتي سيلولار مستحيل يتكونون من خليه واحده مثل الهيومن، مستحيل، ماكو كائن، ماكو انسان يتكون من خليه واحده، وانما يتكون من ملايين الخلايا، اوكي؟ هذا هو الرسم احنا تطرقنا له. نجي على اللي بعده، هذا الجزء اللي هو الانالوجاس اند هومولوجاس اورجانز. طلاب هذول التعاريف انت تقدر تاخذ هذه التعاريف الكتاب اللي هي موجوده بالاندكس اللي هي قلنا نهايه الكتاب اكو تعاريف مهمه، هاي انا جبت لكم اياها حطيتها حتى تنتبه لها، او تقدر تستعين بهذا التعاريف الابسط اللي انا حطيت لك اياه. نجي على هاي الصورة حتى نوضحها بطريقة أسهل إليك، وبعدين أرجع لك على التعاريف حتى تتخيل الفكرة. شنو هومولوجوس وشنو أنالوجوس أورجن؟ زين، انتبهوا يا طلاب، هذا هي عبارة عن ذراع للهيومن، هذه هي عبارة عن إيد مال الإنسان، هذه هي عبارة عن أحد الأذرع أو أحد الأبندج مال الدوغ، هذه هي عبارة عن الناحية التشريحية لجناح الطير، أوكي؟ يعني هذا عظام جناح الطير، وهذه هي عبارة عن زعنفة للحوت، أوكي؟ هذه زعنفة للحوت داخلها العظام شلون تبين، أوكي؟ لاحظ طلاب انتبه لي على الوان العظام الموجوده، لاحظ هذه العظمه وهذه وهذه وهذه، زين.
لاحظ العظمة الحمراء موجودة بالكل، نعم هذه 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 وكذلك هذه. زين أجي على اللي لونها فاتح اللي هي هذه العظمة موجودة أيضا عند الكل. إذا من أجي أعرف الهومولوجوس أورجانز، أوكي الأعضاء المتشابهة من الناحية التشريحية، هي عبارة عن لاحظ أنا شو معرفة لك إياها. الهومولوجوس ستراكتشرز هي ستراكتشرز have the same structure and different functions. زين هذا حكي تمام لو لا؟ ليش؟ هذول عبارة عن مجموعة من الكائنات إلها نفس التركيب لكن تختلف بالوظيفة. مثلا الهيومن شنو يستفاد بإيده؟ writing, swimming, eating. مو احنا هيك نستفاد من ايدينا، ناكل بيها، نكتب بيها، نسبح بيها. زين الدوغ ايش يستفاد من الاذرع الاماميه له؟ يستفاد منها for walking، للمشي، تمام لو لا؟ زين البيرد ايش يستفاد منها؟ هي يستفاد منها للطيران flying. الويل ايش يستفاد منها؟ for swimming، تمام لو لا؟ اذا هذه تركيب متشابه مختلفه بالوظيفه، انتبهت وياي؟ اذا هذا التعريف دي يقول لي انه هي نفس التركيب وتختلف وين؟ بالوظيفه. عكس هذا الموضوع نجي على الانالوجاس اورجانز. اوكي الانالوجاس اورجانز انه هاي نشوف انه هي نفس الوظيفه كلها عباره عن اجنحه، اذا كان جناح الفراشه او جناح الخفاش او جناح الطير العادي، لاحظت وياي؟ كلها نفس الوظيفه لكن تشريحيا وتركيبيا هي تختلف. زين فالانالوجاس ستراكتشرز هي ستراكتشرز هاف سيم فانكشن، نفس الوظيفه انه كلهم للطيران تستخدم، اند ديفرنت ستراكتشرز والتركيب يكون مالتهم شنو هو؟ يكون مختلف. لاحظت وياي؟ اذا هذا المقطع اني اللي اريده من عندك، اما تحفظ التعريف اعلاه او تحفظ هذا، والصوره هي عباره عن توضيحيه للي شرحناه. زين اجي طلاب على الـ harmfulness and usefulness of invertebrates. حقيقة طلاب هذا الموضوع اني نفسه موجود بمادة العملي، اوكي فانت موجود نفسه بمادة العملي تقدر انه تستعين اما بالمادة النظري وتقول لي ما هي مضار وفوائد اللافقريات الكائنات اللافقرية، او انه تاخذها مباشرة من مادة العملي. هاي لاحظ اني خليت لك اياها من مادة العملي. زين فاما تعتمد على هاي او تعتمد على هاي، لكن يمكن اسهل للطلاب عادة هي من اللي جبتها من مادة العملية. لاحظ وياي النقطة الأولى الـ invertebrates benefits، أنه بشنو استفاد من اللافقريات؟ أول شيء بالفود تشين. عادة طلاب الكائنات اللافقرية استفاد منها بالفود تشين، مثلا عندنا اليابان الصين يعتمدون على كائنات لافقرية بغذائهم، مثل منو عندنا المحار، تمام لو لا؟ الأخطبوط، هذول عبارة عن كلها كائنات لافقرية، إذا هي تدخل بالسلسلة الغذائية. اثنين عندنا بالساينتفك ريسيرش، اوكي بالبحوث العلميه، مثل ما نعدي انتوا اخذتوا بالخليه يمكن مرحله اولى انه اخذتوا الدروسوفيلا الذبابه المنزليه، ليش؟ هاي استفاد منها بالبحوث، صغر حجمها، دوره حياتها قصيره، لذلك استفاد منها بالبحوث العلميه. زين سبورتنج ايكو سيستم، سبورتنج ايكو سيستم يعني شنو؟ تدعم النظام البيئي. اوكي شلون تدعم النظام البيئي؟ طلاب شايفين دوده الارض؟ سامعين عنها؟ اكيد. هاي دوده الارض شنو وظيفتها؟ هاي وظيفتها انه تسوي ايريشن للتربه، تهويه التربه، تقلب التربه، فتغير من texture of the soil، اوكي تغير من تركيب التربه مالتي، واضح؟ زين اجي على الانديكيتر فور ووتر بولوشن، عندنا الدايفينيا. زين الدايفينيا هاي عباره عن شنو؟ اذا لاحظ مثلا احنا اذا نمشي لاحظنا فد بركه مال مي وعليها فد كائنات هيك تطير فوقها، هذا عباره عن دايفينيا. هاي عباره عن شنو طلاب؟ هاي توضح لي انه تلوث المي، انه هذا تقول لي فد انديكيتر مؤشر لتلوث المياه، يقول يعني انه هذا المي غير صالح للشرب بسبب وجود هاي الكائنات الدايفينيا اللي هي شنو؟ عباره عن حشرات صغيره جدا، كائنات لا فقرية تعطيني مؤشر لتلوث الماء. زين بالبولينيشن اني اعرف مثلا النحل او الزنابير او هاي الكائنات اللي تنقل لي حبوب الطلع او حبوب اللقاح من كائنات الى اخرى، مثلا من نبتة لنبتة او من نخلة لنخلة، لاحظت وياي؟ هاي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن دا استفاد من الكائنات اللافقرية بالبولينيشن. زين الانسكتس بروديوس من الحشرات بعد استفاد منهم، تنطيني الشمع، تنطيني الهوني، تنطيني السلك اللي هو الحرير، العسل، الفايبر، ممكن اللي هو من هو عندنا الفايبر من اللي يعطيني اياه؟ العنكبوت. العناكب وين تنتمي؟ للارثروبودز، تمام لو لا؟ زين عندي بيولوجيكال كنترولز اللي هي شنو هي؟ يعني شلون سيطره بيولوجيه، اوكي الليدي بيتلز، الليدي بيتلز عاده طلاب هاي سامعين نسميها الدعسوقه،
اوكي، هاي شنو هي؟ هاي عباره عن تتغذى على كائنات الافيدز، كائنات اصغر منها يكون لونها اسود. هاي الافيدز هي عباره عن حشرات تكون كلش ضاره بالنباتات، لذلك هاي الدعسوقه راح تتغذى على الافيدز هذا الكائنات الصغيره حتى تسوي سيطره بيولوجيه. واضح وياي؟ زين، هنا طلاب عندي الهابس اوف انفرتبريت، هل الكائنات اللافقرية هي بس تفيدنا لو بها مضار ايضا؟ لا، هي همينة بها مضار، اذا هذا هو يجب لي بجزء الهانفولنس. اوكي، الهانفول رول هياته هاي تريد انت، هو نفسها طلاب هاي بس مسطره بشكل نقاط، هاي نفسها بالشرح. الهارمفولنس اوف انفرتبريتس طلاب عندنا بالاجريكلتشر بروبلمز، ان المشاكل الزراعيه مثلا بشنو تضرني الا فقريات، مثلا الجراد اذا هجم على محاصيل زراعيه شو يسوي؟ كلها ياكلها وبالتالي راح ياذيني. او عندنا البيتلز الخنافس، او عندنا النيماتوتس هاي الديدان. واضح وياي ولا لا؟ اذا هاي كلها عباره عن اجريكلتشر بروبلمز. زين، عندنا الديزيز تو هيومن، عندنا الامراض، سامعين بمرض الملاريا؟ هاي من يسببها؟ هاي سبب الكائنات لا فقريه. سامعين بحبات بغداد؟ سامعين بالشستوسوما؟ هاي عبارة عن كلها أمراض تسبب ليها كائنات لا فقرية. زين، هنا عندي نقطة ثالثة، accumulate on ships and electrical generators، إن مثل منو عادة الطلاب شايفين هاي السفن اللي تروح، يعني السفن تكون متخصصة بالتنقيب وكذا، هاي من تبقى بأشهر طافية بالبحار والمحيطات. شو تسوي هاي؟ هاي كائنات عندنا مثلا السبونج والنايديريانز، هذول اللاسعات والاسفنجيات، شو تسوي؟ تشكل بالالكتريكال جنريترز بالمحركات مال هذه السفن، وبالتالي كوزينج ريدكشن ذير افشنسي، نسميه البايو فيلمينج. اوكي، تختزل او تقلل من فعاليه شنو عمل هذه الجنريترز. واضح وياي؟ فهي كلها عباره عن هارمفولنس اوف انفرتبريت. واضح وياي طلاب؟ لهنا خلصت محاضرتنا لليوم، ان شاء الله القاكم المحاضره الثانيه من ماده اللافقريات. شكرا لحسن المتابعه.